بريفرال نود. اي بريفرال نود بيكون شايل ثلاث حاجات، شايل موتور وشايل سنسوري وشايل اوتونوميك فانكشن. فلما يحصل بريفرال نيوروباثي طبعا بيأثر على الثلاثة. هو كلمة بريفرال نيوروباثي ولا بريفرال نيورايتس؟ هو انا لما بقول كلمة بريفرال نيورايتس انا اقصد انفلاميشن اوف نيرف، لكن لما بقول كلمة بريفرال نيوروباثي يعني الامراض اللي ريليتد للبريفرال نيرف. فايه فليكن يعني الكلمة الجامعة الشاملة العامة، لا تقل بريفرال نيورايتس، انت زنقت نفسك في حتة الانفلاميشن بس، ولكن قل بريفرال نيوروباثي. ولكن هو مما عم بديه الكلمات، يعني كل الناس تقول لك نيورايتس او نيوروباثي ذا سيم، لكن تكون فاهم ان كلمة نيوروباثي كل الامراض، نيورايتس يعني انفلاماتوري بس، فانت تخليك نيوروباثي عشان يبقى الكلمه بتاعتك حقة. اي بريفرال نيرف شايل ثلاث حاجات، موتور وسنسوري واوتونوميك. لما يضرب البريفرال نيرف هيتاثر الموتور والسنسوري وربما يتاثر الاوتونوميك. لما يتاثر الموتور هو السؤال، وده اللي بيطرح نفسه بشده، هو البريفرال نيروباثي لما يحصل فيه ليجن ده يتصنف ابر موتور ولا لور موتور؟ قولا واحدا ده لور موتور نيرون ليجن، حيث ويستنج تروفيك تشينجز هايبوتونيا وهايبرفليكس. يعني مواصفات اللور موتور لما يكون السبب بتاعنا دايابيتس لازم يكون بايلاترال وسيمتريكال، وده ديجنريتيف هتبقى جراديوال اونست وبروجريسيف كورس. بيجي ديستريبيوشن معين، بيجي ديستال اكتر من بروكسيمال، ويجي اكستنسور اكتر من فليكسور. والدايابيتيك الدايابيتس بالذات 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 بيحب يجي في اللور لمب اكتر من الاوبر لمب. عايز اوضح لو ده نيرف كده، ده اسمه اكزون، وده حاجه اسمها فازا نيرفوزا، وهنا في الماينينشيز. امراض البريفرال نيوروباثي يا اما حاجه اكزونوباثي يا اما حاجه في الماينينشيز. لو كان المرض في الاكزون زي مثلا الدايابيتيك بيشنس، هو مشكله الدايابيتيك بيشنس ايه؟ ايه القصه بتاعتهم؟ يعني في نظريات كتير قوي، من اشهر هذه النظريات نظريه اسمها سوربيتول باثوي او سوربيتول ثيوري. النظريه بتقول ايه؟ انا مش بتوه ولا حاجه، بس هنجيب الموضوع من الاول. يعني الناس اللي عندها سكر زياده مستوى السكر، لان مفيش انسولين يدخله جوه الخلايا، بدا السكر يزيد فبدا ينحرف. يعني ايه كلمه انحراف؟ انحراف ان هو بيسلك طرق غير شرعيه. فلان منحرف يعني سلك طرق غير مشروعه، ده الانحراف. انحراف عن الطريق المستقيم، انحراف. الجلوكوز الزياده يبدا ينحرف، ياخد طريق حاجه اسمها الدوز ريدكتيز، يتحول الى سوربيتول ومواد كتير اخرها كلها اول اول اول، يقولوا عليها بوليول باسوي، بولي اول بولي اول، يعني مركبات كلها اول. الشرع هذا السوربيتول، هذا السوربيتول بيدخل يسد الفازا نيرفوزا دي. طب هو لما يسد الفازا نيرفوزا دي اصبح النيرف يدخل في مرحله اسمها ديجنريشن، عنده اسكيميا مش حاصل له غذاء، فيبدا يحصل بريفرال نيوروباثي. ومن هنا السؤال، كلما كان النيرف صغير كلما كانت الفازا نيرفوزا بتاعته ضيقه كلما اتقفلت بسهوله. وده بيجاوب على ثلاث اسئله، ليه الدايابيتيك بريفرال نيوروباثي بيجي ديستال اكتر من بروكسيمال؟ تقول لي الاعصاب اللي في الاطراف اعصاب صغيره، ففرصه ان يحصل فيها ديستال سهل. طب ليه بيجي في الاكسنسور اكتر من الفليكسور؟ الاكسنسور طويله طويله، الطريق بتاعها بعيد، ففرصة الاستيميا فيها تبقى احسن. بالمثل ليه اللور لمب اكتر من الاوبر لمب؟ اللور لمب لما الدم يوصل لها تاخد وقت كتير، فبالتالي بسهوله انها تبدا تتسد، عشان كده بيجي ديستال اكتر من بروكسيمال واكسنسور اكتر من فليكسور. وده على فكره باي واي اللي متابع معايا في النيورولوجي كسلسله، يعني ده تاني مره نقول ديستريبيوشن. قلنا قبل كده ديستريبيوشن البرامدل كان بيجي ديستال اكتر من بروكسيمال، وكان بيجي برو جرافيتي يعني اكسنسور اوف ابر اكتر من فليكسور، وفليكسور اوف اكتر من اكسنسور، وكان ادكتور اكتر من ادكتور. هنا اكسنسور على طول سواء كنا في الابر ليمب او كنا في اللور ليمب. نتيجه للهايبوتونيا وهذا الديستريبيوشن اوف ويكنس بيحصل ثلاث تغيرات في المريض. التغير الاول يحصل له حاجه اسمها دروبد ريست اند فيد. يعني ايه الكلام ده؟ هو عنده دلوقتي لو مدينا ايده كده هتلاقي ايده سقطت كده سقطت كده. هو عنده هنا ايه؟ عنده ديستال ويكنس مش عارف يرفعها، والاكستنسور وفي نفس الوقت في هايبوتونيا. طب ما البرامدل كان عنده ديستال ويكنس كان معاه هايبرتونيا فدي مخشبه، لكن هنا دي ايه؟ سايبه حتى رجله هتلاقي عنده ها دروبت فيت، يبقى دروب ريست ودروب فيت. الفكره ديستال ويكنس ومعاها هايبوتونيا سهل. الحاجه الثانيه هيبدا يحصل عندهم يحصل لهم حاجه اسمها هاي
ستابج جيت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده عشان يجي يمشي، هو الديستال ضعيفه وفيها هايبوتونيا، فبيجيب الحركه من فوق من عند البروكسيمال، يعمل كده يرفع كده يرفع كده يقعد يرفع كده، اما يرفع كده يعني يجيب الحركه من البروكسيمال، ما الديستال مش عارفه تتحرك، يبقى اسمها هاي ستابج جيت. هاي ستابج جيت عشان في ديستال ويكنس ومعاه هايبوتونيا. نمره ثلاثه، بعض الحالات يحصل لها لوست انكل بريزيرف جنين. يعني ايه الكلام ده؟ لو دي مثلا الركبة اهي المفروض اهو وعنده ريف اند روبس لغايه هنا، فتيجي تعمل له الانكل، الانكل ده واقع في الحته اللي فيها لور موتور، لكن النيه زي الفل، فتلاقي عنده لوست انكل وبريزيرف ني. يبقى اذا الموتور بريف اند نيروباثي هو اكزامبل لور موتور نيرون ليجن، حيث الويستنج والتروفيك تشينجز والهايبوتونيا والهايبرفلكسيا له ديستريبيوشن خاص جدا، ديستال اكتر من بروكسيمال، اكسنسور اكتر من بريكسور، لور لمب اكتر من ابر لمب، وعشان كده بيحصل له دروب ريست وفيت، يحصل له هاي ستابج جيت، يبقى عنده لوست انكل وبريزيرف ني. وعلى فكره الكلام ده هيتطبق في معظم حالات البريفرال نيوروباثي الا الجيامبري سندروم. الجيامبري الباري سندروم بيكون مشكله في المايلين شيز، عندهم انتي مايلين شيز انتي بودي، فبالتالي ما بيوصلش بقى للديستال، بيكون الويكنس بتاعه بروكسيمال اكتر منه. يعني كل البريفرال نيوروباثي ديستال الا الجيامبري بيبقى بروكسيمال، والتفسير ان البريفرال نيوروباثي المشكله في الاكسون الا اذا كان جيامبري، المشكله في المايلين شيز، فممكن ياخد النيرف من اوله من اول الروت فيجي بروكسيمال اكتر منه ديستال. الحته الثانيه سهله لانها متكرره، هيحصل افكشن للسنسوري سيستم، هيحصل افكشن للسنسيشن اهو، هيحصل افكشن لمين؟ سوبرفيشال سنسيشن وديب سنسيشن. الديب سنسيشن بيشمل فايبريشن، بوزيشن، موفمنت، ماسل، نيرف سنس. سوبرفيشال سنسيشن بالتالي يفقد، يمر بمرحلتين، اريتيشن سمنة، ديستراكشن. اريتيشن يحصل له بين وباراثيزيا، والباراثيزيا عباره عن تيندرنج ونمبرنس. ثم ديستراكشن هايبوثيزيا وانستيزيا ان ذا فورم اوف جلوفز اند سوكس. دكتور انت بتتكلم بسرعه، الكلام ده اصلا قديم، الكلام ده قديم قديم جدا. هو بيجي سوبرفيشال وديب، الديب اللي هو الفايبريشن بالشوكر النمو. اي دكتور بطنه شاطر عنده في عيادته شوكر النمو اسمه 28 صوص، والله احنا مش يعني مش متعمدين اهو، انا في العياده بسجل، انا في العياده ودي شوكر النمو اسمه 28، انا دكتور سكر، انا بيجي لي حد بعمل له فايبريشن سنس، تقول لي اشمعنى يعني بقى الفايبريشن سنس؟ بصوا بقى الدايبيتيك بريفرال نيوروباثي هو موتور وسنسوري واوتونوميك، لكنه مينلي سنسوري، واكتر حاجه يحبها في السنسوري الديب، واول فايبريشن يفقدها هي الفايبريشن سنس. عشان كده بنحب قوي الفايبريشن سنس. يعني لما يجي لي مريض عنده سكر اعمل له فايبريشن سنس والاقيه سليم، اقول له ابشر كله سليم، الاقي الفايبريشن سنس بدا يتاثر، اقول له ربنا يستر، حصل لك الم وشكشكه وتنميل، يقول لي لا، قول له هيجي لك الم وشكشكه وتنميل، بس ما تقلقش هناخد ساعتها حاجات كده، وبعد شويه الالم هيروح والشكشكه هتروح والتنميل هيروح وكله هيروح، هندخل في جلافز اند ستوكس اوف هايبوثيزيا. يبقى اول احساس بيفقده هو ديب سنسيشن، واكتر حاجه اول حاجه بتفقد هي كلمه فايبريشن سنس. يا رب يكون هذا الكلام واضح، تمام كده؟ على مستوى الاوتونوميك حاجات كتير، اولا يعني اشهر اوتونوميك هي كلمه تروفيك تشينجز، لوس اوف هير، بريتن نيل، تروفيك اكسس، عشان الحاجات دي بتتغذى محتاجه السمباثاتيك والفوسفيلاتوري افكت، فوسفيلاتيشن افكت. على مستوى القلب في كلمتين سايلنت ام اي وبوستشر هايبوتنشن، قلناهم كتير قوي. لما حد بيحصل له مايوكارديال انفاركشن، واحد من الكورونرز اتقفل، القلب مش بيقف، القلب بيشغل الاند روبيك، الاند روبيك بيطلع لاكتيك اسيد، يعمل استيميشن للنيرف اندنج، يحصل له بين لو عنده بريفرال نيوروباثي، لاكتيك اسيد طلع، راح النيرف اندنج، النيرف اندنج لا تعمل، فيدخل في ايه؟ في سايلنت ام اي. خدوا بالكم هو السكر ما عملش ام اي، او البريفرال نيوروباثي ما عملش ام اي، هو خلاه بس يبقى ايه؟ يبقى سايلنت. هو خلى الام اي يبقى سايلنت، ودي حاجه حلوه ولا دي حاجه وحشه؟ ما عندوش الم، ولا عنده الم ممكن دكتور هنلحقه الحق اعمل مش عارف ايه، لكن لو ما عندوش هتبقى مشكله. بص على البوتنشال، يبقى نايم يقوم يقف ها، او يبقى قاعد ويقوم يقف، يدخل في اورثوستاتيك سينكوب، لازم يقيس الضغط مرتين، مره هو نايم ومره لما يقف. لو السيستول نزل عن 20 او الدايستول نزل عن 10 يبقى دي حاله بص على البوتنشال. على مستوى الجي اي تي يحصل له جاسترو باريسز دايبيتيكورن، ويحصل تشينجز ان باول هابت. وظيفه الاستومك الاكل بيقع فيها شويه وبعد كده يتحرك، يعني ايه كاستورج وليها دور في الدايجيشن وفي اتش سي ال عشان يعمل ديس انفكشن. المفروض بعد ساعتين ثلاثه اربعه حسب نوع الاكل يبدا يتحرك للديودينم،
الحركه دي بتعتمد على الفيجاس. لو الفيجاس اتضربت which is common مع الدايابيتيك بريفرنس نيورولوجي، يفضل الاكل قاعد يعني يفطر الصبح يجي لك بالليل يا دكتور الاكل واقف هنا ما يتحركش. دي كلمه اسمها دايابيتيك او اسمها جاسترو باريسيس دايابيتيكورم، ده فعلا دايابيتس. يحصل تشينجز ان باول هابت، لازم نكون فاهمين الاتي. عمليه الاخراج محتاجه باراسمبثاتيك، يعني محتاجه الفيجاس. ما ينفعش وانت بتتخانق في وسط المعركه كده وسمباثيك شغال انا عايز اروح الحمام، ما ينفعش. يعني سمباثيك هيعمل كونستبيشن، الباراسمبثاتيك هيعمل دايريا. هي عمليه معادله بين الاثنين، في توازن بين الاثنين. لو حصل ان واحد عنده دايابيتيك بريفرنس نيوروباثي والسمباثيك اتضرب الرجاله، هيبقى الاور هاند مين؟ يبقى عنده دايريا. طب لو الباراسمبثيك اللي ضرب بقى الاور هاند يبقى عنده كونستبيشن. فتلاقي بعضهم عنده كونستبيشن والبعض الاخر عنده دايريا. بس لو عندهم دايريا ده معناه ان الباراسمبثيك واخد راحته والسمباثيك اتضرب. الدايريا دايما تحصل نوكتورنال، فيقول لك ايه جيف ريزون نوكتورنال دايريا اوكير ان دايابيتيك بيشنس. نوكتورنال دايريا ليه بالليل؟ تقول لان السمباثيك اتضرب والابر هاند للفيجاس، والفيجاس قمه الاكشن بتاعته اثناء الليل. قمه الاكشن يعني معظم الشغل بتاعه بيكون اثناء فتره الليل، فتره النوم، عشان كده يصحى كتير يدخل الحمام ما هو نايم يعني. يبقى تشينجز ان باور هابت. يحصل كمان على مستوى الجينيتاليا امبوتنس. امبوتنس الفكره ببساطه ان مساله الاريكشن الميل محتاجه باراسمباثيك. لو باراسمباثيك اتضرب ما بقاش فيه اصلا اريكشن، ما فيش باص دايليتيشن يعني. كمان يحصل مشاكل في السويتنج. ساعات يحصل انهيدروزس، السمباثيك اتضرب يقعد يجري ويتحرك ما يحرقش. بعض الناس الثانيه ممكن وهو هو بياكل او بيشم الاكل او الاكل جاله وهو بياكل يبدا يتصبب عرقا، هو لخبطه اسمها جاستاتوري سويتنج. جاستاتوري سويتنج يعني بيعرق كتير وعمال ايه؟ وعمال ياكل، وده ديستربنس في الاوتونوميك نيرفس سيستم which is common مع الدايابيتيك بيشنس. يبقى الاوتونوميك نيوروباثي دي مشهوره جدا جدا مع اي حد عنده بريفرنس نيوروباثي، بارتيكولاري اذا كان هذا المريض عنده ايه؟ اذا كان عنده سكر. هقف وقفتين، الوقفه الاولى مريض السكر عنده هاي ستابجي او اسف مريض البريفرنس نيوروباثي عنده هاي ستابجي. الهاي ستابج جيت دي ها علشان هو عنده ديستال ويكنس وهاي بوزيشن فيرنج ها، بس في نفس الوقت هو فاقد الديب سنسيشن، فاقد الديب سنسيشن فبيمشي يهبل. طب هو هاي ستابج ولا ستامبنج؟ هو ايه المانع يبقى عنده الاثنين؟ بس انت تبقى فاهم بقى هاي ستابج لانه فقد اللي هو اللي عنده بريفا عنده فقد التون، عنده هايبوتونيا وعنده ديستال ويكنس، وستامبنج عشان البوستيريو كورنيا اللي هو الديب سنسوري افكشن بريفرال نيرف. يبقى عنده حاجتين مع بعض، عنده كومبينيشن حاجتين مع بعض، بيرفع رجله هيستبل بيهبل، مفيش اي تعارض بينهم، الاثنين مش عكس بعض. ممكن يبقى عيان مينلي كده لو كان مينلي موتور، يعني مينلي كده لو كان مينلي سنسوري. يبقى السنسوري جيت هنا ستاندنج، لكن الموتور جيت هتبقى هاي ستابل. يا رب تكون واضحه. الوقفه الثانيه اي بريفرال نيوروباثي كده، اي بريفرال نيوروباثي كده، ايه الفرق؟ ان هو عنده هيستوري اوف دايابيتس وان هو مينلي سنسوري، عنده هيستوري اوف دايابيتس وهو مينلي سنسوري، في اشياء اخرى. طيب في امثله اخرى للبريفرال، في امثله ثانيه مثلا في حاجه اسمها هيريديتري بريفرال نيوروباثي، مرض اسمه برينيال ماسل اتروفي، مرض وراثي بيبدا في الفيرست او سكند جيت اوف لايف وفي بوست فاميلي هيستوري. يتميز ان هو موتور وسنسوري واوتروبي، بس المره دي مينلي موتور برينيال ماسل اتروفي. يتميز هذا المرض بايه؟ ها ان العضله الثاي كويس اللور ثاي يبدا يخس والرجلين نازله رجلين معيز كده اللي هو الانفيرتد شامبين بوتل، يعني معاه ماركت ويستنج. ونفس الكلام ده هو كربونا، نفس السنسوري هو حتى الاوتونوميك هي نفس الكلمات هي. يبقى انا بس هو مينلي موتور ومعاه بوست فاميلي هيستوري وبدا في سن صغير ما عندوش سكر بس، يعني نفس الكلام هو. ودايما لا تاتي الامراض الوراثيه ايه؟ لا تاتي النصائح فرادى، مرض وراثي انا تلاقي معاه بقى تاكسي، تلاقي معاه حاجه ثانيه، لا تاتي الامراض الوراثيه فرادى، تلاقي معاه اشياء اخرى، ها دي حاله مثلا وهكذا. حاله زي الجامبري سندروم هو نفس الكلام بس بتيجي اكيوت اونس وريجريسيف كورس وهتبقى مينلي بروكسيمال، يعني هتيجي ده الاكسبشن بتيجي بروكسيمال. اي بريفرنس نيوروباثي هيقابلك هيبقى ده الاسطمبه بتاعته وده الشكل بتاعه. هل ممكن يحصل افكشن للكرانيال نيرفس؟ هل كلمه بريفرنس نيوروباثي تشمل الاطراف بس ولا داخل معانا الكرانيال نيرفس؟ داخل معايا الكرانيال نيرفس واني كرانيال نيرف بي افكتد. طب السكر بيحب رقم 3 ويحب 6 و7 ويحب 10، لسه بنقول فيجاس، يعني ممكن يجي في مالتيبل كرانيال نيرفس افكشن. طيب نرجع لموضوعنا، لو حد دايابيتيك بريفرنس نيوروباثي هل بيعملوا لها تيست؟ يعني بحب اعمل لك تعمل يا ابني انفستيجيشنز ايه للعيان بتاع الدايابيتيك بريفرنس نيوروباثي ده؟ تقول له دايابيتس اعمل له حاجه اسمها سكر تراكمي، جلايكيتد هيموجلوبين، هيموجلوبين اي 1 سي، يديني فكره عن اخر 3 4 شهور. اخر شهرين ثلاثه.
انا مش وقت ان انا اشرح الهيموجلوبين اي 1 سي، هشرحه كتير في النظر يعني، لكن ببساطه الهيموجلوبين اي 1 سي بيديني فكره عن اخر شهرين ثلاثه. ما ينفعش اعمل له فاستنج دلوقتي ولا بوست براندل ولا سكر عشوائي. هو ببساطه انا دكتور سكر، العيان جاي لي محترم نفسه النهارده، صحي خد علاجه، عمل تمارين الصباح، مقضيها خس وجزر طول النهار، ارنب. يجي لي اعمل له التحليل ايه؟ بيرفكت. اقول برافو عليك، اضحك على نفسي. هو يجي لي اهبشه، اعمل له تراكمي، هتلاقي طلع لك بقى الفضايح بتاعه الشهرين او ثلاثه اللي فاتوا. مفيش حاجه اسمها ان انا اتابع المريض بسكر عشوائي، مش حاجه اسمها كده اصلا. عشوائي عشان الطوارئ لو حصل حاجه بتاع، لكن ما ينفعش ان انا اتابع المريض بيها، دي حاجه. هعمله حاجه اسمها نيرف فيلوستي ستادي او نيرف كوندكشن ستادي، ده بيشوف البريفرال، بيشوف كفاءته قد ايه. ده هو حاجه كمبيوترايز، بحط زي ابر هنا وتوصل بجهاز يقول لك النيرف ده شغال مش شغال، نيرف كوندكشن ستادي او نيرف فيلوستي ستادي. اما عن العلاج، هو هيوجد علاج للدايبيتك بريفنروز ولا للبريفنروز؟ هو كل الفكره انك الوقايه. ازاي يعني؟ من الاول خالص تمنع البريفنروزي انك تعمل تايت كنترول للدايبيتس، يعني ظبط السكر كويس من الاول خالص، اعمل تايت كنترول. وده على فكره برضه ممكن يحصل لكم بلاش، بس اعمل تايت كنترول. بيدوا فازو دايليتور عشان الفازو نرفوزا، بيدوا فيتامين بي كومبلكس، احنا بنسميه وهمولوجي اوف نيورولوجي، وهمولوجي وهمولوجي. اي حد يروح يديله فيتامين بي كومبلكس ماشي، هو في نقص اللي ممكن عنده بوليوريا بيفقد كتير من الفيتامين بي كومبلكس، اوكي. بيدوا حاجه اسمها الدوز ريدكتيز انهبيتور، الدوز ريدكتيز انهبيتور عشان يمنع تكوين. بس على فكره دي نظريه يعني، هو بيدوه بس برضه بيحصل. بس هو الفكره الناس بتاخده امتى؟ بعد ما يكون حصل لها بريفلان دروبس. يا فرحتي، هي الشطاره كلها ان انا اخده قبل مين؟ قبل ما يحصل، قبل ما يحصل اصلا. فيعني كلها اجتهادات، ما فيش حاجه افكتيف قوي في البريفلان نيوروباثي. بس تبقى عارف عشان لو سالت حالتك كلينيكال حالتك ايه؟ الكيس اوف بولي نيوروباثي موتور اند سنسوري مينلي سنسوري موست لايك دايبيتك بريفلان نيوروباثي، تعملوا فحوصات ايه؟ تعالجوا بايه؟ تبقى عارف الكلمتين البساط دول. تمام، ده كده بالنسبه للحاله اسمها بريفرال نيوروباثي، سواء دايبيتك او سواء برينيال ماسل اتروفي. ربنا يسعدك يا رب ان شاء الله.